انتهينا فقط. إذن كأنهم استمرار الحضارة الإسلامية. لولا المسلمون لما كانت أوروبا. مستحيل لما كانت أوروبا. والعجيب جدا وهذا فصل غريب. دائما أيها الإخوة، ما ينكر أو ما يسكت الأوروبيون عن فصل في تاريخهم الأقوامي، إنه الغزوة المغولية أو الغزوات، سلسلة الغزوات المغولية لأوروبا. من منكم سمع بهذا؟ وهذه سلسلة مريعة ومخيفة. المغول لم يغزوا فقط خوارزم وإيران والعالم الإسلامي الشرقي، لا لا لا، قبل ذلك هم غزوا أوروبا. بدأوا بروسيا طبعاً أيها الإخوة، أو راسيا، بدأوا بروسيا، بلغاريا، وبعدين جاءوا على المجر، وبعثوا البعثات الاستكشافية للنمسا، ولم يكن في النمسا ولا في ألمانيا أي شيء يمكن أن يحول دون تقدمهم المدمر الكارثي. أيام جنكيز خان قتلوا فقط في غزوة واحدة 200,000 من الروس، 200,000 من الروس. في 6 سنوات بعد ذلك، 1221 سنة 1221، وبعد ذلك ب6 سنوات تقريبا دمروا روسيا وساهموا في تأخيرها لمئات السنين المقبلة. وتقدمت أوروبا وكانت روسيا لا تزال في الحضيض. دمرها المغول تدمير كامل والعياذ بالله، كما فعلوا في بغداد تدمير كامل. ثم أتوا إلى هنغاريا وكانت معركة موهي. إذا سألت أي هنغاري أي مجري قل له ما هي الكارثة الكبرى في تاريخكم، إذا كان يعرف تاريخه وبالحال يعرفون هذا، يقول لك معركة موهي بخجل. ما معركة موهي؟ يسكت على هذا، قال لك معروف في التاريخ الغربي يسكت على الغزوات المغولية لأوروبا. لماذا؟ واحد يقول لي طبعا واضح أنه إيه؟ عندهم عقدة التفوق، سوبريورتي، عقدة التفوق، عقدة العظمة، أننا دائما نحن متفوقون ودائما لا شيء يهددنا حقيقة، ونتغلب على كل تهديد، نحن المنتصرون، نحن الظافرون. إلى حد ما صحيح، لكن ما هو أكثر صحة تعرفون لماذا؟ لأن الذي أنقذهم أيضا من الغزوات المغولية التي لو استمرت لانتهت أوروبا، لما كانت أوروبا، هو العالم الإسلامي. ولذلك الآن بدأنا نسمع بعض المؤرخين الغربيين يصدحون بالحقيقة المتألقة، يقولون لولا عين جالوت. إيش عين جالوت يعني؟ 1260 في القرن 13 الميلادي، يعني الملك المظفر قطز رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه وذكره، هذا الذي وقف الغزوة المغولية على الشرق الإسلامي، جاءت تريد أن تحتل بقية بلاد الشام ومصر، فذهب إليهم هو رحمة الله تعالى عليه بعد أن اصطلح مع بيبرس الذي كان فارا منه، القضية المعروفة تاريخيا، فارا في بلاد الشام، وعرض بيبرس مساعدته والتقيا في عين جالوت مع هؤلاء. طبعا هولاكو كان مضطرا أن يعود إلى منغوليا القائد الأكبر، لأن الخان الأعظم مانكوغو لقي حتفه. المغول تقاليدهم تقضي بأنه إذا أو حين يموت يقضي الخان الأعظم، الخان الأعظم يعني ملك القبيلة الذهبية كما يقال، ينبغي على الورثة مباشرة أن يعودوا دون أي حساب لأي شيء، لا تقول لي فتوحات وحروب، تعود مباشرة إلى منغوليا ليتم انتخاب الخان الجديد. فعاد هولاكو، لكن ظل رجله الثاني كتبوغا الذي كان نصرانيا. هذا المنغولي كان متنصرا وحاقدا على الإسلام حقدا شديدا. زوجة هولاكو أيضا كانت نصرانية وحاقدة على الإسلام حقدا شديدا. وهذا الذي يفسر لنا الحقد الشديد عند هولاكو على الإسلام. لماذا؟ على الإسلام بالذات، لأن زوجته ورجله الثاني يعني يده اليمين كما يقال، ساعده إيه اليمين، كان نصرانيين وكان يكرهانه باستمرار في الإسلام. كتبوغا هذا لقي حتفه في عين جالوت بحمد الله تبارك وتعالى، وهزموا شر هزيمة. طبعا قتل بيبرس للأسف الشديد. هذه مصائر المسلمين بعد هذه، يعني بعد هذا النصر المظفر، هذه الكرامة الكبرى للمسلمين وللعالم، يقتل بيبرس قطز في الطريق ويستولي على حكم مصر. ولكن يعلم أيها الإخوة أن أحد ملوك المنغول الكبار قد أسلم، فصار يحرضه على أخيه المنغولي، وكذا يعني لم ينتهي القرن حتى تفككت إمبراطورية المنغول بالكامل تقريبا، لم تعد قوة مرهوبة ونجت أوروبا. الآن يقول المؤرخون الأوروبيون المنصفون بفضل المسلمين، لأن الخطة كانت تقضي بأن ينتهم العالم الإسلامي ثم نعبر من جديد إلى أوروبا لكي نأتي عليها بالكامل. هذا هو نداء الله. إنسونت الرابع الباب البريء يبعث إلى الخان الأعظم في وقته
بعدها لك جنكيز خان يدعوه ويتألف قلبه، يستألفه وبعث له هدايا فاخرة ثمينة، ويقول له على لسان سفيره مبعوث رسوله: قل له البابا يقول إنه يتمنى ويرى أنك سوف تعرف طريق الهداية وتتعمد على يدي. فيرد عليه الخان الأعظم: لو كان البابا يعرف مصلحته ومصلحة شعوبه لدخل تحت لوائي مباشرة وجاء يقدم فروض الطاعة والولاء، لأنني أنا صورة الرب على الأرض، والرب هو الذي يأمرني بأن أفتح العالم. هذا كان اعتقاد المغول يعني أنهم منذورون من القدر الإلهي لفتح العوالم، فكان لابد أن تفتح أوروبا، وكان السهل تماماً أمامهم كما قلت. يعني أنجزوا ما عجز نابليون في وقته وهتلر في زمانه عن إنجازه. غزوة مظفرة لروسيا في الشتاء، نجحوا المغول، نجحوا لأول مرة. نابليون عجز عن ذلك تماماً، هتلر عجز تماماً وتحطم في روسيا أمام الجنرال الشتاء. المنغول أو المغول نجحوا في ذلك، جنكيز خان وورثة جنكيز خان. هذا لا يذكر الآن، فهمنا لماذا لا يذكر، لأنه يقول لهم للمرة الثانية. ولذلك لو كانت الأمور تسير بمنطق العرفان وبمنطق الحقائق، بمنطق العرفان ومنطق يعني بمنطق أخلاقي ومنطق حقائقي، لكان ينبغي أن تكون أعظم الصلات الطيبة وأطيبها وأقواها بين أوروبا وبين من؟ المسلمين. يقول: أنتم أعظم الناس فضلاً علينا. مرتين، مرة حين أنقذتم أوروبا من هذه الجحافل المتبربرة المدمرة، ومرة أخرى حين قدمتم لنا هدية العلم والحضارة.